السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسنا لهذا اليوم حل المعادلات التربيعية بيانيا. المقصود بحل المعادلات التربيعية بيانيا هو أن ترى الحل أمامك على الشبكة التربيعية، وحل المعادلة هو تقاطع التمثيل البياني للدالة مع محور السينات. نأكد على كلمة محور السينات. إذن التمثيل البياني بعد ما مثل الدالة بيانيا، الحل هو تقاطع إذن حلول المعادلة تحديد يمكن تحديدها بإيجاد المقاطع السينية للتمثيل البياني، يعني أين يقطع التمثيل البياني محور السينات. ولدينا ثلاث حالات: قد يقطع التمثيل البياني محور السينات في نقطتين كما في الشكل الأول. في هذه الحالة يكون للمعادلة حلان حقيقيان. وقد يقطع التمثيل البياني محور السينات في نقطة واحدة ويكون المعادلة حل وحيد أو يسمى جذر مكرر. وقد لا يقطع التمثيل البياني محور السينات ولا يشترك معه بأي نقطة. في هذه الحالة لا يوجد حلول حقيقية، وبالتالي مجموعة الحلول هي فاي، أي لا يوجد حل. الآن لك حل المعادلة التالية بيانيا. حل المعادلة التالية بيانيا. الحل بياني بدي أشوف الحل تقاطع المنحني مع محور السينات إذا وجد. أول شيء في الحل البياني أعين ألف وباء وجيم ثم رأس القطع المكافئ على الشكل التالي. أولا ألف تساوي الواحد، معامل سين مربع، إذا ما في عدد معناته واحد. باء تساوي معامل سين هي سالب 4، وجيم تساوي 3. هذه الأعداد يجب أن يعرفها كل طالب، لأن المعادلة لها شكل عام أو صورة قياسية: ألف سين أس 2 زائد باء سين زائد جيم يساوي 0. إذن بالمقارنة ألف تساوي 1، الباء سالب 4، والجيم تساوي 3. الآن نحسب يا شباب قيمة رأس القطع المكافئ. سين ماذا تساوي؟ سين تساوي سالب باء على 2 ضرب ألف، وتساوي، نعوض الآن، سالب باء، الباء سالب 4، الباء ماذا؟ سالب 4. سالب الباء سالب 4 على 2 ضرب 1، السالب ضرب السالب موجب، إذن موجب 4 على 2 ويساوي موجب 2. هذا سينات الرأس اللي هو محور التماثل. الآن نحسب الصاد. نأتي بالدالة المرتبطة. الدالة المرتبطة نحذف الصفر ونكتب صاد يساوي سين أس 2 سالب 4 سين زائد 3. إذن صاد تساوي سين أس 2 سالب 4 سين زائد 3. نعوض مكان كل سين بموجب 2. صاد تساوي، هذا مكان السين، الأس 2 موجودة، ناقص 4 مضروبة بسين زائد 3. الآن يا شباب قيمة سين هي سينات الرأس، حصلنا عليها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 2. تعوض مكان السين 2 نضرب الآن صاد تساوي 2 أس 2 دوما مربع أي عدد حاصل ضرب العدد بنفسه. 2 ضرب 2 يساوي 4، سالب 2 4 ضرب 2 سالب 8 زائد 3. الآن شباب 4 سالب 8 إشارة الأكبر وأطرح سالب 4، سالب 4 وزائد 3 يساوي سالب 1.
إذن رأس القطع المكافئ السينات 2 والصادات سالب 1، هذا رأس القطع المكافئ السينات 2 والصادات سالب 1، هذا رأس القطع المكافئ. الآن شباب بعد ما أوجدنا الرأس لرسم القطع المكافئ نحن بحاجة إلى ثلاثة نقاط على الأقل، ثلاثة نقاط على الأقل الآن يا شباب، أو ثلاث نقاط على الأقل. جدول سين صاد، السينات أول نقطة أختار الرأس واختار قيمة قبل الرأس وقيمة بعد الرأس. ليش؟ لأن الرأس يمثل معادلة محور التماثل، يعني القيمة اللي قبل الرأس وبعد الرأس بنفس البعد راح يكون لها نفس المقطع الصادي. إذا كتبنا شاب هنا 2 حصلنا قيمة صاد كانت سالب 1، هذا رأس القطع المكافئ. طيب قيمة قبل الرأس اخترنا موجب 1، وبعد الرأس لو اخترنا القيمة 3 راح نعوض مكان كل سين بموجب 1. مكان كل سين بماذا؟ موجب 1. الآن يا أبطال مكان كل سين بواحد، 1 أس 2 يعني 1 ضرب 1 1، سالب 4 ضرب 1 سالب 4 زائد 3. الآن 1 سالب 4 سالب 3 سالب 3 وزائد 3 صفر، إذن الجواب نحصل على صفر. إذن عندما س تساوي 1 ص تساوي صفر. طيب عندما اللون هذا قد يكون غير واضح، إذن عندما سين واحد صاد صفر بدون ما أحسب، عندما سين ثلاث صاد لازم يكون صفر. ليش؟ لأنه على محور على نفس البعد من محور التماثل. راح نشوف شباب لو عوضنا ثلاث، ثلاث أس اثنين طبعا مكان كل سين، مكان كل سين بثلاث، ثلاث أس اثنين سالب أربعة بثلاث زائد ثلاث، مربع الثلاث تسعة، تسعة سالب 12 يساوي سالب 3 وزائد 3 أيضا حصلنا على صفر. نرسم على محور الأحداثيات، هذا محور السينات، هذه النقطة شباب مرسومة جاهزة، الرأس هذا الرأس وهذه النقطة الثانية 3 صفر. وهذه النقطة عبارة عن 1.0. رسمنا هذا القطع شباب مرمي هذه النقطتين. الآن ما هو الحل البياني؟ الحل البياني، يلا مين يعطيني الحل البياني؟ ذكرنا أن الحل البياني هو نقطة تقاطع المنحني مع محور السينات. إذا النقطة الأولى سين تساوي 3، هذا الحل الأول أحسنتم. والحل الثاني سين ماذا تساوي؟ إذا سين 2 تساوي 1. إذا لدينا حلان حقيقيان، إذا مجموعة الحل، مجموعة الحل هي سين تساوي 1 وسين تساوي 3، إذا لدي حلان حقيقيان. من خلال التمثيل البياني استطعنا استنتاج أنه لهذه المعادلة حلان حقيقيان. من خلال الشكل أنا أستطيع أحكم أن هذه المعادلة حلان لأنها قطع محور السينات في نقطتين مختلفتين، النقطة الأولى هو الحل الأول سين 1 يساوي 3 والحل الثاني سين 2 يساوي موجب 1. طيب الآن شاب إذا سألناك كم حلا لهذه المعادلة، كم حلا لهذه المعادلة التي موضحة في الشكل المجاور؟ لاحظ عندي هذا التمثيل، كم حلا لهذا التمثيل البياني؟ هذا التمثيل هو لمعادلة من الدرجة الثانية، كم حلا لها؟ فكر معي. الآن يجيب طالب يقول ذكرنا قبل قليل أو ذكرت قبل قليل أن الحل هو نقطة التقاطع المنحني مع محور السينات. يقول لي أنا أمشي مع محور السينات تحت لهذه النقطة، نجد أن نلاحظ أن هذه النقطة نقطة التقاطع المنحني مع محور السينات، وبالتالي
وبالتالي هي الحل، ولا يوجد تقاطع في نقطة أخرى، إذن حل وحيد. ممتازين جدا. طيب كم هذا الحل؟ كم قيمته؟ نعد هذه نقطة الأصل، 0, 0, 1, 2, 3. إذا نقول لهذا التمثيل البيان لهذه المعادلة حل وحيد، إذا للمعادلة التي لها هذا التمثيل حل وحيد هو سين يساوي 3. وإذا مر معك في الكتاب جذر مكرر، كلمة جذر مكرر نفس كلمة حل وحيد، يعني الحل التقى مع السينات، كأنه هذا الفرع التقى في النقطة الأولى 3 ويجي من هذه الجهة التقى في 3، يعني الحل هذا وحيد فقط، تقاطع مع محور السينات في نقطة واحدة، وبالتالي حل وحيد أو جذر مكرر. كلمة جذر مكرر أو حل وحيد نفس الشيء يا شباب. طيب الآن بديك تفكر معي، لو رحنا إلى مسائل مهارات التفكير العليا، يقول لك اكتشف الخطأ. يقوم معاذ وأحمد بإيجاد عدد الأصفار الحقيقية للدالة الممثلة بالشكل المجاور، فيقول معاذ أنه ليس لهذه الدالة أصفار حقيقية. لماذا؟ لأنه لا يوجد لتمثيلها البياني مقاطع سينية. هذا رأي معاذ، ناظر الشكل وحكم أن ليس لهذه المعادلة أصفار حقيقية لأنه لا يوجد لتمثيلها البياني مقاطع سينية. بينما يقول أحمد إن لها صفرا حقيقيا واحدا، لأن التمثيل البياني للدالة أو لأن للتمثيل البياني للدالة مقطعا صاديا. طيب الآن بدنا نحكم، أنت أحكم ابن الطالب أيهما كانت إجابته صحيحة ولماذا؟ فسر إجابتك. طيب الحكم بيننا، نذهب إلى التمثيل البياني ونرى تقاطعه مع محور السينات، هذا هو الحكم. هل تقاطع؟ ما له علاقة بالتقاطع مع محور الصادات، نحن لا نريد المقطع الصادي، نريد الحلول، حلول المعادلة أو أصفار المعادلة أو جذور المعادلة. هذه الكلمات الثلاث نفس المعنى. حلول المعادلة هو تقاطع المنحني مع محور السينات. كلمة السينات تحط تحتها 10 خطوط حمراء، محور السينات، تقاطع المنحني مع محور السينات. الشكل أمامنا، دققوا معي واعطوني إجابتكم. طيب نلاحظ أن إجابة معاذ هي الصحيحة. لماذا؟ المنحني لا يتقاطع مع محور السينات أبدا، وبالتالي ليس لهذه المعادلة أصفار حقيقية أو حلول حقيقية. إذن الإجابة الصحيحة إجابة معاذ. إذن معاذ الحل الصحيح، الحل الصحيح هو حل معاذ. لماذا؟ لأنه لا يوجد للتمثيل البياني للدالة مقاطع سينية. إذن لا يوجد مقاطع سينية، أي لم يتقاطع مع محور السينات. نعتذر منك يا أحمد ونقول لك أن الحل ليس التقاطع مع الصادات، وإنما التقاطع مع محور السينات. الآن يا شباب لو ذكرنا درس الأمس وكيف أتعامل مع الأسئلة ذات الاختيار المتعدد، يقول لي التمثيل البياني للدالة صاد يساوي سين أس 2 سالب 3 سين زائد 1، هل هو مفتوح إلى أعلى وله قيمة عظمى، أم مفتوح إلى أعلى وله قيمة صغرى، أم مفتوح إلى أسفل وله قيمة عظمى، أم مفتوح إلى أسفل وله قيمة صغرى؟ دائما في سؤال اختيار متعدد حاول استبعد إجابات، حاول نستبعد إجابات. أول شيء احنا ذكرنا أمس أن يكون التمثيل للدالة مفتوحا إلى أعلى وإلى أسفل من خلال ألف. إذا كان ألف موجبا
لاحظ ألف ماذا تساوي؟ ألف تساوي 2، أكبر من الصفر يعني موجب. وبالتالي مباشرة أحكم أن التمثيل البياني مفتوح إلى أعلى على طول، يعني كلمة مفتوح إلى أسفل الخيار جيم والخيار دال مستبعدين على طول، إذن لا يمكن يكون لهذا التمثيل البياني مفتوح إلى أسفل بما أن ألف أكبر من الصفر. بما أن ألف موجبة وأكبر من الصفر راح يكون مفتوح إلى أعلى. الآن صار خياري بين ألف وباء فقط. طيب مفتوح إلى أعلى، لا يمكن يكون القطع مفتوحا إلى أعلى وله قيمة عظمى، مستحيل، راح تكون هاي قيمة صغرى، لأن هي لو كان هذا التمثيل بهذا الشكل راح تكون هي أقل قيمة في التمثيل البياني، وبالتالي جميع النقاط راح تكون أعلى منها، معناته هذه قيمة صغرى. إذن مفتوح إلى أعلى وله قيمة صغرى، إذن التمثيل هو باء، التمثيل هو باء. طبعا هذا الشكل توضيحي ليس حل لهذه المعادلة، ولكن توضيحي، عندما يكون له قيمة صغرى يكون مفتوحا إلى ماذا؟ مفتوحا إلى أعلى. فهمنا كيف أخذنا أو أجرينا عملية الاستبعاد؟ نستبعد بعض الأسئلة من خلال ألف مباشرة، التمثيل البياني مفتوح إلى أعلى بما أن ألف موجب حتما، معناته أنا صرت أمام الخيارين ألف وباء فقط، له قيمة عظمى، لا يمكن مفتوح إلى أعلى وله قيمة عظمى، معناته صار الخيار هو باء. راح أنتقل إلى خيار آخر أيضا متعدد، بديك تحكم أنت وأرى كيف تستبعد الخيارات. الآن يسألك ما هو أو ما هي ما إحداثيات رأس القطع المكافئ الممثل أدناه؟ الرأس، هذا بكل بساطة، يلا فكر معي. إذن هذا رأس القطع المكافئ، وذكرنا أمس أن رأس القطع المكافئ هو زوج مرتب سين وصاد. طيب نروح على السينات نعد مع بعض، واحد اثنين، إذن السينات اثنين، الصادات سالب واحد سالب اثنين، إذن اثنين سالب اثنين. نروح نشوف الخيارات، إذن الخيار الصحيح هو دال. قد يسألني طالب يقول أستاذ كيف أستبعد الخيارات؟ أقول له سؤالك جميل، أول شيء رأس القطع المكافئ السينات موجب اثنين، السينات موجب اثنين، إذن الخيار جيم والخيار باء يستبعد على طول، معناته أنت أمام ألف أو دال، السينات لأنه موجب اثنين. طيب روح شوف الصادات، الصادات سالب اثنين، هنا اعتبر الصادات صفر يعني على محور السينات، ورأس القطع ليس موجود على محور السينات، وبالتالي ألف غلط، الجواب الصحيح هو دال. الآن يسأل أي المعادلات الآتية تعبر عن دال الممثلة بيانيا أدناه؟ يعني من خلال الأمثلة هذه تقريبا رجعنا معظم عناصر درسنا اللي هو القطع المكافئ وتمثيله وحله بيانيا أو التمثيل. السؤال التالي يقول أي المعادلات الآتية تعبر عن دال الممثلة بيانيا أدناه؟ يعني طيب تمثيل بياني وقال استنتج المعادلة، استنتج المعادلة. أيوة، هنا الطالب قد يفكر كيف دي أحصل على باء وكيف أحصل على جيم وكيف أحصل على دال. لا 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 لا، المعادلة أمامك بس أنت كيف تختار وكيف تستبعد بعض الإجابات. أول شيء هذا التمثيل البياني له قيمة عظمى، بما أن للتمثيل البياني قيمة عظمى، أول شيء نستنتج أنه ألف سالبة، ألف ماذا؟ سالبة. بما أن للتمثيل البياني قيمة عظمى معناته ألف سالبة. أروح الخيارات، لاحظ أن جيم ألف موجبة تستبعد، باء ألف موجبة تستبعد، معناته أنا أمام إما ألف أو دال. كيف أحكم؟ شوف المقطع الصادي، المقطع الصادي نقطة تقاطع المنحني مع محور الصادات، شوف المنحني قطع الصادات في كم؟ واحد اثنين، إذن هذه النقطة الصادات اثنين، تمام، وهذه النقطة كانت طبعا واحد، هذه نقطة الأصل صفر صفر. النقطة اثنين، شوف التمثيل البياني، لاحظ صاد يساوي سالب ثلاث سين مربع رقم الخيار رقم ألف، المقطع الصادي عنده صفر، وبالتالي ألف أيضا تستبعد، فالخيار الصحيح هو دال، الخيار الصحيح هو دال،
صاد يساوي سالب 3 س مربع زائد 2. الآن عرفنا من خلال التمثيل البياني استنتاج المعادلة، عرفنا من خلال التمثيل البياني استنتاج الرأس، نستطيع من خلال التمثيل البياني معرفة حلول المعادلة، نستطيع من خلال التمثيل البياني معرفة محور التماثل. إذا التمثيل البياني جدا جدا مفيد وجدا جدا مهم. لو سألتك الآن لدي التمثيل البياني، هذا محور السينات وهذا محور الصادات، هذا سين سين شرطة وصاد صاد شرطة. يسألني شباب نعطى أيضا تمثيل بياني وليكن بهذا الشكل سواء إلى أعلى أو أسفل ما في مشكلة، ويسألني كم عدد حلول هذه المعادلة، كم حلا لهذه المعادلة. يلا بديك تفكر معي بصوت عالي وأسمعك، ما هو أو كم حلا لهذه المعادلة، كم حلا لهذه المعادلة. بكل بساطة التعريف معك، حل معادلة هو تقاطع المنحني مع محور السينات، تقاطع المنحني مع ماذا؟ مع محور السينات. إذن هذا حل أول وهذا حل ثاني. أنا ما بدك تقول لي شو هو قيمة الحل، بس بديك تعطيني عدد الحلول في هذه الحالة للمعادلة، حلان حقيقيان للمعادلة، حلان حقيقيان، لأن إذن المنحني قطع الدالة في نقطتين مختلفتين، إذن لها حلان حقيقيا. ممتازين جدا. طيب سؤال آخر، عند محور السينات محور الصادات وأعطانا التمثيل التالي، هذا التمثيل سألني كم حلا لهذه المعادلة، كم حل لهذه المعادلة. يلا فكر معي كم حل لهذه المعادلة. الحل هو نقطة تقاطع المنحني مع محور السينات. شوف السينات وين اشترك مع المنحني، اشترك في نقطة واحدة، إذن لها حل واحد فقط، إذن لهذه المعادلة حل واحد فقط، إذن لها ماذا؟ لها حل وحيد. إذن عندما يتقاطع المنحني مع محور السينات في نقطة واحدة لها حل واحد. الآن عندما نعطى أيضا محور السينات ومحور الصادات ولدي التمثيل البياني التالي، كم عدد الحلول، كم عدد الحلول؟ عدد الحلول نقطة تقاطع المنحني مع محور السينات، إذن لا يوجد تقاطع، مع محور السينات وبالتالي لا يوجد حل، إذن ما في ولا حل حقيقي، إذن لا يوجد حل حقيقي، إذن مجموعة الحلول الحقيقية هي فاي، إذن لا يوجد حل حقيقي. إذن أخيرا نستنتج أن عدد الحلول نستطيع استنتاجه من التمثيل البياني عندما يتقاطع المنحني مع محور السينات. إذا هناك تقاطع إذن يوجد حلول، إما حل وحيد إذا كان تقاطع في نقطة واحدة أو حلين إذا كان تقاطع في نقطتين. أما إذا لم يشترك المنحني مع المحور السينات بأية نقطة لا يوجد حلول. جزاكم الله خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.